السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة، سنة جميلة علينا كلنا يا رب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا ولادكم رجعوا من المدارس والجامعات بخير وسلام ان شاء الله. صباح الفل عليكم طبعا. احنا برضو داخلين على الفجر، ما انا بقى بصوا يعني ايه العلع بالليل كده. هخلص شغلي وحاجتي كده، اسجل لكم بالنهار واصور وارجع بقى كده بالليل اقعد مع نفسي اظبط الفيديو. وحشتوني طبعا، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. وانا يعني حقيقي انا مش عارفه اقول ايه ومش عارفه اشكركم ازاي بجد والله العظيم. حاسه ان انا بقى ليا ظهر وبقى ليا سند وبقى ليا عيله كبيره قوي قوي على فكره. يعني إيه للي ما يعرفنيش بقى، احنا هنا اسره محدوده وصغننه قوي والله العظيم بجد. انتوا بقى يعني مليتوا عليا الدنيا ومليتوا عليا حياتي، ربنا يخليكوا ليا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب رب يا رب يا رب. وشكرا على التعليقات الجميله واللي بتديني طاقه ايجابيه وبتخلي راسي فوق في السماء مرفوعه، ربنا يخليكوا ليا يا حبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنعمل دلوقتي بقى مع بعض، يعني انا عملت بس هنعمل معاكم لسه لما تشوفوا بقى الفيديو. يعني هنعمل وصفة سريعة جدا، أكلة سريعة جدا احنا هنا عندنا في مصر عامة بنعشقها، ولادي بصفة خاصة بيعشقوها. لما بنعمل الأكلة دي أو الوصفة دي بنقول إن احنا عاملين يعني ايه أكلة نواشف، أكلة نواشف وفي نفس الوقت حلوة جدا 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 وبسيطة وسريعة ما بتاخدش وقت. ممكن يكون ولادك طلعوا من المدرسة يدوب في الباص أو كده وجايين داخلين على البيت تعمليها وانتي واقفة، ما بتاخدش دقايق كتيرة خالص، أقل من 10 دقايق تكون جاهزة بإذن الله. هنعمل النهاردة المكرونة بالصلصة، مكرونة بالصلصة بصوص الصلصة، وهنعمل السجق أو السدق الإسكندراني اللي هو المصري الأصيل، بس هضيف عليه التكاية بتاعتي أنا. مش هطول عليكم وهندخل المطبخ نبدأ نشتغل على طول في وصفتنا، وحاجة حلوة قوي. وهنغسل الجرجير بقى والكلام ده كله، الخضار بتاع الخريف ودخول الشتاء بيبقى ليه ريحة جميلة قوي. وطبعا علشان برضو زي ما اتفقنا نقوي مناعة ولادنا وربنا يحميهم يا رب وما يدخلهمش حاجة وحشة ونشوفهم أسعد ناس في الدنيا يا رب. دلوقتي هنعمل بقى ايه؟ عندي المكرونة اهوت وعندي السدق، على قد الكم اللي انت هياكل، على قد ولادك، على قد الكم عدد الافراد اللي هياكل بتعملي الحاجه. ده كيس مكرونه وده نص كيلو صدق، انا جايباه طبعا بلدي فريش. خلاص انا هنا حاطه الميه على النار اللي انا هسلق فيها المكرونه. دلوقتي هنعمل ونرتب وصفاتنا وهيبقى الاكل بسم الله ما شاء الله عليه وهيعجبكم قوي والطريقه كمان هتعجبكم. نبدا على بركه الله. انا جبت هنا مثلا الطاسه او الووك او اي حاجه انا هبدا اعمل فيها الصدق، هحط معلقتين صغيرين من الزيت او تحط السمنه زي ما انت عاوزه. خلاص بس الصدق نفضل ان احنا نحط له معلقتين صغيرين من الزيت. هنا بقى حطيت الملح نص معلقه صغيره ملح في ميه المكرونه. ادي الصدق بتاعي بلدي، وزي ما احنا شايفين بتعرفي انه بلدي ازاي، لو طبعا شارياه من جزار انت ضمناه، يا اما لو شارياه من ماركت كارفور زهران كده بيبقى قدامك فاتح قوي قوي قوي، بتبقى اللحمه المفرومه البلدي واضحه فيه جدا. المستورد اللي بنشتريه من السوبر ماركت بيبقى غامق كده، ف يعني ايه طبعا هو برده شغال وكل حاجه وبينفع، بس يعني ايه انا بقول لك الفرق بين ده وبين ده. انا هنا فصلت الصدق عن بعضه، هو كان طبعا كله شريط واحد، فانا ايه فصلته عن بعضه بقى الصبع ايه بصبعه كده زي ما احنا شايفين. حطيته في الزيت وانا موطيه النار اهو علشان يبدا هو ايه ياخد اول غلوتين كده مع بعضه، اول تشويحتين قصدي. هنا عندي طماطمايه مبشوره وعندي بصلايه صغيره مبشوره. خلاص وهنا عندي 5 فصوص ثوم معاهم نص قرن شطه اخضر حامي انا فرمتهم مع بعض، اللي مش عايز حامي يحط شطه عاديه. خلاص حبايبي انا بقول لكم حاجه حاجه. التكايه بتاعتي بقى دي اللي هي ايه اللي انا هزود عليها معلقه صغيره قوي قوي من المستردة. صوص المستردة بيخلي الصدق جميل جدا. حطيت هنا قرن شطه زي ما شفتوا،
بارد او حامي برضو حسب رغبتك. المية بتاعت المكرونة غليت، فانا سقطت المكرونة او نزلت المكرونة في المية بتاعت السليق اللي فيها نص معلقة ملح. ببدأ هنا اقلب الصدق بتاعي، وهوريهولك برضو من قريب علشان تتابعي معايا وتواصلي معايا كل حاجة. زي ما احنا شايفين اهو، الصدق مع القرن الشطة ياخد ايه تشويحة كده مع بعضهم، تشويحة كويسة. خلي بالكم ان الصدق بينزل ميته وبيستوي فيها. هقلب البصلية الصغيرة قوي مع بشر الطماطماية او الطماطمتين حسب كمية الصدق، النص كيلو بحط عليه طماطماية واحدة. خلاص هقلبهم وهبدأ بقى ان انا اغطيه واسيبه ياخد ويدي مع بعضه. بس هحط الاول ايه المعلقة الصغيرة اللي هي الرشة كده اللي انتوا شفتوها من المسترد، بتفرق جدا جدا وبتدي كده ايه تست عالي قوي، بتخلي الصدق طعمه جميل جدا. جربوها بالطريقة دي او جربوا الطريقة دي، هتعجبكم قوي وهتعجب ولادكم وهيطلبوها منكم دايما. هنغطيه بقى ونسيبه كده ايه يتشوح مع نفسه. خلاص يا دوب دقيقتين ثلاثة، برضو ما بياخدش اكتر من كده. بصوا بقى بدأ ينزل المية بتاعته زي ما قلتلكم، بينزل المية وبيستوي فيها، لان احنا مخليين النار متوسطة. لو معلية النار عليه هيشرب ميته بسرعة وتضطري ان انتي تضيفي مية، واحنا مش عايزين كده. هنا بقى هنزل بالثوم اللي انا فرمته مع الشطة الخضراء الحامية وهقلبه تقلبتين. مع ملاحظة يا جماعة، ما بنحطش ملح للصدق ان لان هو ما بنحطش اي توابل، لان هو بيتعمل وبيجي من عند الجزار، التوابل بتاعته بتبقى مفرومه مع اللحمه. انا بس علشان انا بنتي بتحب الحامي، فانا هضيف عليك بعد شويه رشتين من الفلفل الاسود. وطيت النار اكتر بعد ما حطيت بقى الطماطم والبصل والثوم والشطه وسيبته ياخد ويدي مع نفسه. هنا بقى المكرونه بتاعتي خلاص اتسلقت اهيت، هبدا بقى جبت المصفى وهصفيها علشان اغسلها في الحوض. هنا بقى هحط معلقتين كبار من الزيت. لو عايزه تستخدمي السمنه اوكي، عايزه تستخدمي معلقه سمنه ومعلقه زيت اوكي. هحط النهارده هعمل الطماطم بصوص الصلصه الجاهز، صوص الصلصه اللي احنا بنشتريه برطمانات في الثلاجه. بحطه بجيبه برطمانات واحتفظ بيه في الثلاجه. اللي عايز طريقه الصلصه العاديه، فيديوهات كتيره موجوده على القناه ولسه هنعمل كتير ان شاء الله. انا بوريكم من قريب اهو. هنا بقى الجرجير اهو، هبدا ان انا انضفه واغسله. وادي المكرونه بعد ما غسلتها بتتصفى. حطيت ايه على صوص المكرونه؟ حطيت فلفل اسود وملح ونص معلقه صغيره من البابريكا، وهقلب كويس قوي. وهجيب المكرونه بتاعتي انزل بيها على الصوص. انا كده طفيت النار خلاص اوكي، هنزل بيها على الصوص اهي. انا بوريكم ان انا طفيت النار وهقلبها كويس واغطيها واسيبها تتلدن مع نفسها. لما بنركن المكرونه على جنب بتعلى وبتنفخ كده، بتبقى جميلة قوي. هنا غسلت الجرجير بعد ما نضفته ونقعته في مية وليمون وخل. وادي الصدق بتاعي انا طفيت عليه لانه دخل في السوى، بس عشان يبقى سخن مع المكرون. وهرجع اولع عليه تاني وانا بقدمه. هنا بقى حطيت عليه نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وولعت عليه تاني اهو، وبرش رشة الكزبرة الخضر عليه. حاجه جميله، ريحته خطيره. الصوص بتاعه تقيل علشان احنا موطيين عليه وما زودناش ميه، بينزل ميته ويستوي فيها. طريقه حلوه قوي قوي. عايزه تسخني المكرونه اوكي، عايزه تسيبيها هي تتلبن مع نفسها كده اوكي زي ما انت عاوزه، عايزه تغرفي طبق او اطباق وتحطي في الميكروويف تسخن، بألف هنا وشفا. جربي الطريقة دي. أفكرك حبيبتي وأفكر إخواتي وإخواني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واوعوا تنسوا إيه اللايك للفيديو. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.